فضول قاتل وحقوق للبقر أغرب القصص الحقيقية التي حدثت بالفعل. امرأة العلية المشردة. بدأ رجل يبلغ من العمر 58 عاماً يعيش بمفرده في اليابان بسماع أصوات في الليل، ويلاحظ أن بعض الأشياء ليست في موضعها في منزله، فقام بتركيب كاميرات الفيديو ليعلم السبب. وبعد أن شاهد التسجيلات صدم من المشهد، حيث تبين أن هناك امرأة مشردة كانت تعيش في العلية والخزائن لمدة عام تقريبا في منزله، ولم يتم كشفها أبدا طوال هذه المدة. العامل البسيط والساعة الثمينة. في يوم من أيام نيسان سقطت ساعة ثمينة لأحد كبار المسؤولين الألمانيين في إحدى خزانات زيوت الطعام غير المهدرجة، حيث كان العامل البسيط يراقب ذلك بتشوق وحسرة على حاله. وعندما جن عليه الليل ذهب متخفيا بجلبابه ليحضر الساعة الثمينة ويبيعها في سوق الصاغة، ثم يعود ليشتري ما يشتهي من خبز ولحم. لكن لسوء الحظ تم العثور على جثة العامل الفقير وهي متآكلة من فعل الزيوت في صباح اليوم التالي. المسكين لم يدرس يوما قوانين الفيزياء التي تنص على أن الزيت أقل كثافة من الماء، وأنه مهما كانت مهارته في السباحة فسيغرق حتما لا محالة في زيوت الطعام. إياك وأن تكره الفيزياء، فلعلها تنقذ حياتك. نهاية الفضول. في يوم من الأيام، وبينما كان أحد الجنود المكلفين بحراسة الطائرات العسكرية في بغداد، دفعه الفضول إلى الجلوس في كابينة الطائرة الخاصة بالكابتن ومساعده واللعب بأحد أزرار الطائرة ليرى ما يمكن أن يحدث بعدها. وفجأة اندفع كرسي طائرة الذي يجلس عليه العامل إلى الأعلى ليرتطم رأسه بالحائط. ثم سأل القائد عليه في اليوم التالي، فقالوا قتله فضوله. الشاعر اليوناني إخليليوس. أسقط نسر من ارتفاع عظيم سلحفاة ليقتلها ويأكلها كعادة النسور في الصيد، ولكن حظ إخليليوس البائس أن السلحفاة ذات الحظ البائس أيضا سقطت على رأس إخليليوس فمات بأكثر الطرق غرابة على الإطلاق. أتساءل فيما إذا رأى سيرجيو راموس هذا المشهد، فهل سيطبق ما رآه على أرضية الملعب؟ جورج واشنطن. هل تعلم أن جورج واشنطن توفي في آخر ساعة من آخر يوم، من آخر أسبوع، من آخر شهر، من آخر سنة في القرن 18؟ رجل عض ثعبانا فقتله. هل سمعت يوما عن شخص عض حية فماتت؟ نعم، رجل برازيلي فعل ذلك. ففي أثناء رحلته للصيد يوما إذ بحية خرجت عليه فقامت بعضه، فرد لها الصاع صاعين فقام أيضا بعضها، فماتت الحية ونجا هو فيما بعد بعلاجه من سمها. الكاتب المسرحي ماكسويل أندرسون. كان لهذا الكاتب عادة غريبة بعض الشيء، فقد كان لا يستطيع الكتابة إلا والمطر يهطل، فقام بفكرة جنونية أن اخترع نظام رش بالتنقيط على سطحه، فأصبح يكتب مسرحياته تحت الرش بالتنقيط. عاشق الكتب. هل سمعت يوما عن العشاق؟ لا، ليس عشاق الهوى بل عشاق الكتب. الوزير الفارسي عبد القاسم إسماعيل كان واحداً من هؤلاء، إذ كان له مكتبة تتألف من 700,000 من المجلدات الهائلة الكبيرة، كان يحملها على متن 400 جمل أينما ذهب، ويحافظ عليها مرتبة ترتيباً أبجدياً. تغيير بصمة الإصبع. هل فكرت يوماً أن تغير بصمتك؟ نعم، فعلها اللص الشهير جون ويلينجر من قبلك، حيث تعمد أن يغمس أصابعه في الحمض الحارق فذاق ألوان العذاب الشتى. لكن للأسف عندما شفيت أصابعه عادت بصمته القديمة كما كانت من ذي قبل. سر الطب. عندما توفي عالم الفيزياء الشهير هرمان يورصاف، وجد على مكتبه كتاب بعنوان السر الوحيد والأعمق في فن الطب، فأقيم مزاد عالمي وتم بيع الكتاب بمبلغ قدره 20,000 دولار ذهبي. وعندما وصل المشتري للمنزل وفتح الكتاب وجد 99 صفحة بيضاء وواحدة مكتوب عليها احفظ رأسك باردا ورجليك دافئتين، هكذا تفقر أشهر الأطباء.
أعتقد أن رأس الرجل تحول إلى بركان بعد هذه الصدمة. حقوق الأبقار، هل تعلم أن للبقر حقوقاً تماماً كحقوق المواطن في سويسرا، حيث يتم استخراج شهادة ميلاد لها، وإذا نفقت تتولى السلطات الأمر وتحقق فيه كما لو كان الميت إنساناً. من غريب الصدف أن رالف وكارولين كوميز من مدينة كلينتون في الولايات المتحدة قد رزقا بخمسة أطفال، فكانت ولادة ابنتهما الأولى في 20 من فبراير سنة 1952، والثانية في 20 من فبراير سنة 1953، والثالثة أيضا في 20 من فبراير سنة 1956، والرابعة كذلك كانت في 20 من فبراير سنة 1961، والخامسة طبعا في 20 من فبراير سنة 1966. البابا بولس الثاني. كان بولس الثاني معروفا بنهمه العظيم وشراهته الكبيرة للطعام، إلا أنه مات بسبب بذرة بطيخ صغيرة جدا فدخلت في رئتيه فمنعته من التنفس ومات خنقا بها. قتله حبه. كان العالم الإيطالي مانفريد معروفا بحبه لمراقبة الشهب والنيازك، وفي يوم من الأيام وهو يراقبهم في نهم سقط عليه نيزك كبير فمات على فوره. لعبة الجولف. في يوم من الأيام كان لاعب الجولف الأمريكي الشهير سيكاليون يتصنع على عادته أمام الجمهور الغاضب، فضرب عصا الجولف بالأرض فارتدت لتضرب رأسه أمام جمهوره العريق، نتيجة لغضبه المتصنع فمات من فوره. قتله غباؤه وتصنعه الزائف. في وارسو، علمت إحدى النسوة في وارسو بخيانة زوجها لها فأصيبت باكتئاب حاد، فقررت الانتحار بأن تلقي بنفسها من الطابق 11. عندما ألقت بنفسها إذ بزوجها يخرج من البناء فسقطت عليه، فمات زوجها وأنقذها جسده وخفف من اصطدامها بالأرض، فعاشت في سعادة وهناء. الفلاحة المصرية سوسن برعي. بينما كانت سوسن تعمل في يوم شديد الحرارة غلبها العطش وذهبت لتروي ظمأها بماء بارد من القلة بمنزلها، وعندما شربت لاحظت وجود النمل في قلة الماء فخافت على نفسها وعادت لتناول مبيد النمل ظنا منها أنها بذلك تقتل النمل الذي شربته في الماء، فماتت بالطبع جراء التسمم. العجوز فريتش. كان فريتش جاست يتنزه مع كلبه المخلص جاك حين أصيب العجوز بنوبة قلبية حادة وكان بحاجة إلى الإسعاف في الحال، وعندما وصل المسعفون لم يستطيعوا إنقاذه فمات بسبب حماية الكلب له بشراسة والذي لم يسمح لأحد بالاقتراب من صاحبه. الموت ضحكاً. حضر رئيس نقابة المسرحيين عرضاً لمسرحية كوميدية في لندن كان قد انتقدها مسبقاً نقداً لاذعاً، فدخل في نوبة هستيرية من الضحك أثناء مشاهدته لتلك المسرحية المضحكة، فتوقف قلبه عن النبض نهائياً ومات. بالون الأصدقاء. في يونيو حزيران من عام 2001 أطلقت لورا بوكستون بالوناً مليئاً بالهيليوم خلال الاحتفالات بذكرى زواج أجدادها في حفل لهم في بلدة بلورتون في ستافوردشاير، وتم إرفاق بطاقة بالبالون بها اسمها وعنوانها ورسالة قصيرة على سبيل الدعابة تطلب ممن يجد البالون ويقرأ رسالتها أن يكتب لها ويراسلها على عنوانها. بعد 10 أيام تلقت لورا رداً في منتهى الغرابة، فقد تم العثور على البالون من قبل لورا بوكستون أخرى في حديقة منزلها في بيوزي في ويلتشير على بعد 140 ميلاً. كان كل من الفتاتين اللتان تدعيان بنفس الاسم لورا تبلغان من العمر 10 أعوام، وكانتا كلتاهما يمتلكان كلب لابرادور أسود عمره 3 سنوات وخنزير غينيا وأرنب. سأفعل مثلها بالتأكيد لأجد شبيهي ولعله يكون غنياً.